من بين مصاعب الحياة التي تعيشها تعز، يحاول هؤلاء الطلبة اجتياز اختبارات المرحلة الثانوية للعام 2018 لتدارك مشوارهم التعليمي. تعز اليوم تنتصر لمشروعها التعليمي، مشروعها الثقافي، مشروعها الفكري، مشروعها السلمي التي طالما ضحت وناضت من أجله. اليوم يوم الامتحانات يعتبر يوم انتصار أيضا على الانقلابيين الذين يحاولون جر تعز إلى متاهات العنف، متاهات التجويع والتخويف. 22 ألف طالب وطالبة يتوزعون على 17 مديرية لأداء الامتحانات بعد إعلان انطلاقها من قبل مكتب التربية والتعليم، والذي حرص على إتمامها مع وضع الحلول اللازمة للطلاب النازحين والقادمين من المحافظات الأخرى، خصوصا محافظتي الحديدة وصنعاء. في هذا اليوم توجه ما يقرب من 23 ألف طالب وطالبة من طلاب محافظة تعز، موزعين على 136 مركز اختباري، قادمين من 17 مديرية من مديريات المحافظة وهي المديرية المحررة. كل هذا العدد تم الإعداد والتهيئة للوصول إلى مثل هذا اليوم. أوضاع صعبة مر بها الطلبة خلال السنة الدراسية التي ساهمت الحرب في ضرب العملية التعليمية وتدهورها، تارة بتدمير المدارس وتارة أخرى بانقطاع رواتب المدرسين. أما غياب خدمة الكهرباء فقد شكل العائق الأبرز للطلبة والأسر على حد سواء، إذ أن الغالبية منهم لا يتمكن من مراجعة الدروس وسط الظلام. ظروف الحرب وتدهور الأوضاع المعيشية تكالبت جميعها على الطلبة في مدينة تعز، وعلى الرغم من ذلك يحاول الجميع هنا اجتياز هذه المرحلة والمضي بالعملية التعليمية لتدارك مستقبلهم العلمي، لتنتصر مشاريع الحياة على المشاريع الانقلابية. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.